أستاذ أحمد عصيد، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا سيدي، وشكرا على الاستضافة. حياك الله. اسمح لي أبدأ بسؤال عن قضية ربطت اسمك بجدل جديد في المغرب وهوجمت بسببها كثيرا، وهي أنك تنتقد بشدة أطروحة إعجاز القرآن أو الإعجاز العلمي في القرآن، وتعتبرها أسطورة ابتكرها الإخوان المسلمون. سؤالي الأول في هذا المحور: كيف تقيم تأثير فكرة الإعجاز على نضوج العقل العلمي بين المسلمين؟ هذا الموضوع أثار انتباهي منذ مدة، واعتبرته من مظاهر الانحطاط ومن مظاهر الأزمة الحضارية الخانقة التي يعيشها المسلمون في عصرنا. وهذه الأزمة تتمثل في أنه كلما حدث انحباس، أي واجه المسلمون عقبة كبيرة، عوض أن يقفزوا عليها ويتجهوا نحو المستقبل، ينكفئون على أعقابهم ويعودون إلى الماضي يستنجدون به ويبحثون فيه عن حلول. الثورات العلمية الباهرة عوض أن توقظ لدى المسلمين الرغبة التي عبر عنها ابن رشد قبل 800 عام، وهي إعمال النظر العقلي في الموجودات من أجل الوصول إلى الحقائق الطبيعية والكونية وحتى الإلهية كما اعتبر الفيلسوف آنذاك، عوض هذا ينكفئون ويعودون إلى الوراء لكي يبحثوا في النص الديني عن ما يقابل هذه النظريات التي يكتشفها الغربيون. فاعتبرت هذا تعبيرا عن نوع من المكبوت الحضاري، وتعبير عن أزمة الفشل الحضارية التي تعوض نفسيا، تعوض العلم بالخرافة. فكلما اكتشف الناس نظريات جديدة، يا المسلمون يقومون بعملية بسيطة، وهي أنهم يعتبرون أن هذه النظرية موجودة عندهم، فيقومون بتأويلات متعسفة وغير معقولة وغير منطقية لنصوص من القرآن لكي ينسبوا هذه النظرية إلى النص الديني. نتيجة هذا هو استحالة توفير أسس النهضة العلمية في هذه الأوطان التي تستعمل فيها مثل هذه الأفكار الإيديولوجية. ولفت انتباهي إذا أذنت لي في مقال لك عن هذه الظاهرة وعن هذا الموضوع، أنك تقول من يعني يمارسون هذه الإسقاطات وهذا التعسف إنما بين قوسين ينتصرون للدين أكثر مما ينتصرون للعلم. تماما، لأن الغرض هنا هو أن هناك تيار سياسي ديني، أي تيار سياسي يشتغل بأيديولوجيا دينية غرضه هو رد الاعتبار للدين، لأنه شعر بأن الدولة الحديثة ومكتسبات العصر تجاوزت الدولة الدينية القديمة. وبما أنهم يشعرون بأن القطار قد مضى، فهم يحاولون اللحاق به عبر نوع من الدعاية للدين، فيستعملون إبداعات العصر نفسها من أجل القيام بهذه الدعاية. فالموضوع في النهاية هو دعاية دينية وليس أبدا عملا علميا أو من أجل العلم. ولهذا نجد أن للأسف نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط لا تتعدى دائما 0.1%، وهذا شيء ضعيف جدا ومثير للانزعاج في الواقع، لأن يدل على أن هذه البلدان ليست في مقام الالتحاق بالعصر، بل هي تبعد عن ذلك والقافلة تبتعد. نعم. خالد منتصر في كتابه هل الإعجاز العلمي في القرآن خرافة يطرح هذا السؤال، وأنا أطرحه عليك: هل ترى أن الإعجاز العلمي في القرآن مجرد خرافة؟ نعم، أعتقد أن ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن هو خرافة مفبركة صنعت صنعا ولا أساس لها في النص الديني. لا يمكن أن يعتبر نص ديني نص علم. هو نص ديني، هو نص ديني. نعم. يرجع إليه في الأمور الدينية والعقدية، ولا يمكن أن يرجع إليه في أمور غير ذلك. واعتبار أن هذا الكتاب الديني ينبغي أن نحمله أكثر مما يطيق، هذا يدل على فقرنا الثقافي
وعلى يعني وجود نوع من الانحباس الحضاري الذي لم نستطع للأسف الخروج منه. وهذه الفكرة لا تسيء للقرآن حينما نقول أن الإعجاز العلمي في القرآن خرافة. بالطبع لا تسيء للقرآن في شيء أبدا، لأن القرآن يستعمل في المجال الديني ويجد فيه الناس ضالتهم فيما يتعلق بعقائدهم الإيمانية والمبادئ الأخلاقية العامة التوجيهية لسلوك المؤمن. لكن مجال البحث العلمي هذا مجال آخر، وأعتقد أن المسلمين لم يستفيدوا من الدرس الرشدي الذي مضى عليه الآن 8 قرون، عندما قال ابن رشد أنه هناك طريقان ولا ينبغي الخلط بينهما، طريق العقل الذي يؤدي إلى المعرفة بالبرهان، وطريق الشرع الذي يؤدي إلى معرفة الله بالتصديق الإيماني وبممارسة الشعائر. وقال أن هذان مجالا لكل واحد منطلقاته ومنطقه، ولا يجوز الخلط بينهما. هؤلاء الناس اليوم يخلطون، ونتيجة هذا الخلط المزيد من الجهل والتجهيل، للأسف. وأيضا في مسألة أخلاقية أستاذ أحمد، وأنا أقرأ مقالاتك في هذا المجال، يعني مراكز أبحاث عالمية تصرف مليارات من الدولارات ومن مبالغ باهظة على أبحاث علمية وسنوات طويلة جدا، ثم نأتي في ثانية واحدة نقول نعم كان هذا مذكور عندنا من 1400 سنة. هذا شيء مؤسف ومؤلم في نفس الوقت، لأن يعني مسيء لنا أيضا. المعرفة العلمية لها أسسها اليوم، التطورات التي تحققت لم تجعل البشر يكتشفون أشياء جديدة فقط، بل غيرت بنية العقل وأسلوب التفكير، لأنه تبين عند الإبستيمولوجيين اليوم بأن تطور المعرفة العلمية يؤدي إلى تطور بنية العقل والتفكير نفسها. هذا التطور لم يحدث عند المسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا ببناء معارف علمية انطلاقا من تربتهم الثقافية، بل ظلوا يستوردون المصنع العلمي، وفيما بينهم يروجون ثقافة تعود إلى عصور سابقة ومعظمها تراث ميت في معظمه، لم يعد يصلح للاستمرار، وعلينا أن نضعه في أرشيف التاريخ وننفض عقولنا من غبار هذا التراث لكي نستطيع أن نفكر. للأسف ما يبدع العلم وما يبدع النظرية العلمية هو العقل، وهذا العقل لا يستعمل في بلداننا. نعم، في المقابل هناك نقطة ضوء إيجابية هنا في المغرب، حينما جاء أحد رموز ما يقال عن الإعجاز العلمي في القرآن في إحدى المحاضرات، الطلاب سألوا أسئلة ملحة وبينوا أن الإعجاز العلمي الذي يدعيه إنما هو خرافة، وانتهت يعني لم يستطع الإجابة. يعني مثل هذه الظواهر ألا تعطيك ضوء إيجابي أو نقطة ضوء إيجابية؟ نعم، أنا أعتقد أن هذا بصيص أمل يلوح. هناك جيل جديد من الشباب لم تعد تقنعه الخرافة ودغدغت العواطف، يريد معرفة مؤسسة ومنطقية وتجيب على التحديات الحالية. وما حدث للسيد زغلول النجار في مدينة فاس بالمغرب هو دليل على أننا في منعطف تاريخي فيما يتعلق بهذا الموضوع، وعلى هؤلاء الذين يستمرون في ترويج هذه الأقاويل أن يراجعوا أنفسهم، لأنه قد انتهت مرحلة وعلينا أن نبدأ مرحلة أخرى. وقد كتب يعني كاتب مصري هو الدكتور خالد منتصر، كتب بأن مقالا يقول فيه البذرة التي زرعناها في مصر أثمرت في المغرب، لأنه قبل 20 سنة ألف كتابا يقول فيه إن نظرية الإعجاز العلمي القرآن خرافة، فهوجم من طرف كل تيارات المحافظين وهدد ومنع كتابه، واليوم يتبين أنه هو الذي كان على حق، وأن ما يقوم هؤلاء بترويجه لا ينتج علما ولا يسمح بإشاعة المعرفة العلمية بقدر ما يشيع المزيد من الخرافات للأسف. من هاجمك بعد طروحاتك حيال أو في مجال إعجاز القرآن؟ هجمت من طرف التيار المستفيد من هذا الفكر، ففي المغرب بين الفينة والأخرى تنظم في الجامعة اللي هي ينبغي أن تكون منار للمعرفة الحديثة، تنظم لقاءات بملايين الدراهم، يعني ميزانيات خيالية
لقاءات حول الإعجاز العلمي للقرآن، لو وفرت هذه الميزانيات من أجل وضع أسس البحث العلمي في مختبراتنا لأنجبنا جيلا من العلماء. يعني انظر لائحة المخترعين وكبار صناع المعرفة العلمية عبر التاريخ، هل فيهم مسلم واحد مفخار به؟ يعني معظم العلماء من اليهود ومن الجنسيات الغربية، لماذا ليس هناك علماء مسلمون يتبارون في مجال الإبداع العلمي والاكتشاف؟ لأن مجتمعاتنا لم تضع الأسس الضرورية لإنتاج المعرفة العلمية، وتعوض تعويضا نفسيا بالحديث الديني، وهذا لا ينفع في عصرنا. طيب ننتقل.